بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 13 في سلسلة دروس علوم القرآن وآدابه. قبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أوضح أن أحد الإخوة أرسل إلي السؤال التالي تعليقا على ما كنت قد أكدته، نقلا عن علماء القراءات وأئمتهم، أن الاختلافات التي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في بدء الإسلام في تلاوة القرآن لا تخرج عن أنواع 7 عددها مكي بن أبي طالب في كتابه الإباني. من هذه الاختلافات ما يتفق مع الرسم القرآني المعتمد، هذا باق إلى يوم القيامة، ومن هذه الاختلافات ما لا يتفق مع الرسم القرآني المعتمد، فهذا نسخ في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما هيمنت اللهجة القرشية على اللهجات العربية الأخرى. فمثلا إن كانت إلا صيحة واحدة هنالك قراءة أخرى، إن كانت إلا زقية واحدة، هذه زقية لا تتفق مع الرسم القرآني المعتمد، إذن هذا نسخ. تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، الواحدة منهما لا تتفق مع الرسم العثماني والأخرى تتفق، بقيت المتفقة وزالت الأخرى. هذا هو الكلام الذي ذكرناه وأكدناه. فالأخ السائل يروي عن بعض كتب القراءات المعتمدة، نعم، أن قراءة تجري من تحتها الأنهار تتفق مع رسم من رسم المصاحف العثماني المختلفة، وتجري تحتها الأنهار تتفق هذه الكتابة أو هذه القراءة مع رسم عثمانيا آخر، يعني الرسم العثماني مختلف، رسم الشامي والمكي، نعم، ونحو ذلك. إذن كلا القراءتين مستظلتان بالرسم معتمد، وبالتالي لماذا نقول تجري من تحتها الأنهار، يعني من الأحرف 7 التي نسخت القراءة بها؟ لأنها يعني متفقة مع أحد الرسمين. نعم، هذا ما يقوله السائل، طبعا معتمدا على مرجع. ما الجواب عن هذا؟ أولا، هذا الذي قلته وكتبته اعتمدت فيه على أساطين علماء القراءات، منهم مكي بن أبي طالب في كتابه الإبان معروف، وهذا متفق عليه عند بقية علماء القراءة. لكي تكون القراءات معتمدة إلى يوم القيامة وتثبت قرآنيتها ويتلى بها في الصلاة ونحو ذلك، ينبغي أن تكون تلاوتها متواترة نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن تكون متفقة مع الرسم القرآني المعتمد، وينبغي أن تكون متفقة مع وجه من وجوه اللغة العربية. هذا متفق عليه. طيب، الواقع الإشكال وارد، إشكال هذا الأخ، لكن أنا أسأل، الرسمان العثمانيان المختلفان، رسم
الشامي ورسم المكي المصحف المكي، واختلف في بعض الكلمات منها تجري من تحتها الأنهار، نعم في سورة التوبة، وتجري تحتها الأنهار. الذي أريد أن أقوله أصل المصحف العثماني بنوعه ما هو؟ الصحف التي كان قد كتبها كتاب الوحي في بيت رسول الله، وهو مصحف واحد. نحن لا نسميه مصحف لأنه ما كان مجتمع بين غلافين، قل صحف، لكن نسميه مصحف. هل ترك رسول الله بعد وفاته مصحفين ولا مصحف واحد؟ هذا المصحف الواحد، إما أن الآية في سورة التوبة كتبت تجري تحتها الأنهار، إذن فالأخرى شاردة عن الرسم القرآني المعتمد في حياة رسول الله، وإما أن المصحف المعتمد في عصر رسول الله في بيته كان تجري من تحتها الأنهار، إذن الأولى هي التي شاردة. واضح كيف؟ لأننا عندما نقول اختلفت المصاحف العثمانية، يعني صار في خلاف بين هذا المصحف وهو عثماني وهذا المصحف وهو عثماني في بعض الكلمات، كيف نقول كل منهما ثابت وكل منهما متواتر وكل منهما قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين أن مصدر المصحف العثماني مصحف واحد هو ذاك الذي كان يكتبه كتاب الوحي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواقع هذا إشكال أنا لا أجيب عنه. طيب من الذي يجيب عنه؟ الواقع لست أنا، المتخصصون في علم القراءات، فأرجو من الأخ السائل أن يعود بهذا السؤال إلى علماء القراءات في بلدنا وهم كثر بحمد الله، وفي مقدمتهم شيخ القراء، ليسأله عن هذا الإشكال الذي أستشكله أنا بدوري. يعني أنا لا أستطيع أن أقول إن مصحفين متخالفين في بعض الكلمات وكلاهما مصحف عثماني، وهذا الاختلاف القليل كلاهما داخل تحت القراءات التي اجتمعت فيها شروط الثلاثة: الاتفاق مع الرسم القرآني المعتمد، والتواتر عن فم رسول الله، واللغة العربية. طيب كيف أفهم هذا وأصل المصاحف العثمانية صحف رسول الله التي كان يكتبها كتاب الوحي وهي صحف واحدة؟ لما جاء زيد بن ثابت يكتب كتبها من مصحف واحد، ولو كان كتبها من مصحفين كان احتار، كان رجع لسيدنا أبو بكر قال له شفت هيك وشفت هيك، كيف بدي يكتب؟ نعم. فأنا لا أستطيع أن أجيب عن هذه المشكلة، أرجو من الأخ السائل أن يعود بها إلى علماء القراءات في بلادنا وفي مقدمتهم شيخ القراء. نعم، وإن شاء الله نستفيد من ذلك. إذن نعود إلى ما كنا بصدده، وكنا قد بدأنا الحديث عن أسلوب القرآن باختصار، ثم نفصل كلاما طويلا عنه فيما بعد إن شاء الله. قلنا إن للقرآن أسلوبا متميزا، هو عنوان تميز القرآن عن كل أنواع الكلام العربي نثره وشعره، هي خمس خصائص تدخل في خصائص الأسلوب القرآني. الخاصة الأولى وشرحناها: جريان القرآن على نسق بديع خارج عن المألوف. لا داعي إلى أن نعود فأشرح. يعني إن وازنته بضوابط وبحور الشعر رأيته لا يتفق معها، وإن وازنته بالمسجوع من النثر رأيته لا يتفق معها،
وإن وازنته يعني قارنته بالمرسل يعني المطلق من النثر أيضا لا تجده. طيب، وشرحنا ذلك. الخاصة الثانية وهي أيضا شرحت نعم فيما أذكر، هو جريان القرآن على مستوى رفيع واحد على الرغم من تنوع المعاني والموضوعات التي يعالجها القرآن. القرآن آنا يتحدث عن يوم القيامة ووصف يوم القيامة، آنا يتحدث عن الماضي القديم وقصص الأمم السابقة، وآنا يتحدث عن دقائق العقائد ويناقش التائهين والمشركين والضالين عن هذه العقائد، وآنا يتحدث عن تشريع وأحكام التشريع. طيب، عندما تمر على هذه الموضوعات كلها في كتاب الله تجد مستوى البلاغ القرآني واحد في علوه وسموه، بينما الإنسان أيا كان من حيث القدرة البلاغية ومن حيث القدرة البيانية لا يتأتى منه ذلك. فلو فرضنا أبلغ الناس، عندما تطلب منه أن يتحدث في صفحة وصفحتين في وصف طبيعة، وصف جماعة، وصف حادثة، طيب يستطيع أن يسرح ويمرح وأن يأتي بالكلام الرائع. لماذا؟ لأنه الكلام الوصفي مجال التنوع والتفنن فيه واسع. لكن أطلب منه بعد ذلك أن يبين لك يعني معادلة رياضية معينة ويعبر عنها، تجد أنه هذه القدرة البلاغية اختفت. لماذا؟ لأنه الآن لا يستطيع أن يتحرك في نطاق واسع من الكلمات ينتقيها من هنا وهنا في مجال الوصف سهل، هنا مضطر أن يعني يعبر بكلمات دقيقة جدا لكي تعبر عن المعنى. كذلك إذا طلبنا منه أن يتحدث عن قاعدة فلسفية أو قاعدة من القواعد الشرعية الفقهية أو قاعدة من قواعد علم الأصول، ماذا؟ لن يستطيع أن يجول ويصول كشأنه عندما كان يتحدث في المدح، في الذم، في الوصف. أما القرآن فهو في كل الأحوال وبالنسبة لكل الموضوعات التي يعالجها يظل في مستوى واحد باسق من البلاغة البيانية. وهذا أيضا شرحناه، هذه الخاصة أيضا الثانية شرحناها. طيب، الخاصة الثالثة وقفنا عندها، صلاحية صياغة القرآن لمخاطبة الناس عامة على اختلاف ثقافاتهم وعلى اختلاف عصورهم. لن تجد هذه الخاصة إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. نلاحظ التالي، نأخذ آية من كتاب الله تعالى تتناول معنى من المعاني مما يتفاوت في عقول الناس حسب مستوياتهم الثقافية أو مما يختلف من عصر إلى عصر، يعني معنى متطور يكون له شأن قبل 500 سنة ويكون لهذا المعنى شأن ثاني الآن ويكون له شأن ثالث في المستقبل.
تجد القرآن يتناول هذا المعنى وأمثاله بعبارة يعني بصياغة يقرأها أصناف الناس العوام المثقفون المتخصصون يفهم كل من هذه الصياغة هذه العبارة القرآنية ما يتناسب مع قدرته العلمية. فتجد أن العامي يدرك من هذا الذي يخاطبه به القرآن يدرك من معناه السطح المعنى الظاهر وصحيح هو لكن معنى الظاهر السطح. فإذا قرأ هذه الآية ذاتها إنسان ذو ثقافة ودراية واسعة يدرك ما أدركه الأول ويدرك أيضا عمقا في هذه الآية لم يدركها الأول بسبب ما امتاز به من ثقافة. والمعنى الأول والثاني متساوقان متكاملان وليس متعارضين. طيب يقرأ هذه الآية رجل مختص بعلم الفلك مثلا مختص بعلم يتعلق بهذه الآية ومعناها فيفهم ما فهمه الأول الرجل العامي المعنى السطحي ويفهم ما فهمه الثاني المعنى اللي هو أعمق من السطحي ويفهم فهما ثالثا يستقل هو به نظرا إلى اختصاصه العلمي. فكتاب الله عز وجل خاطب هذا بما يفهم وخاطب هذا بما يفهم وخاطب ذاك بما يفهم. الأفهام متناقضة؟ لا أبدا متكاملة. نعم. وكأن الله يقول للعامي هذا القدر يكفيك من معنى الآية بس واقف عنده ويقول للثاني لا أنت عندك قدرة بوسعك أن تفهم ما فهمه الأول وفهم المعنى الثاني أيضا ويأتي الثالث لا أنت متخصص انظر إلى هذه الآية وبعدها العميق. نعم هذه الخاصة موجودة في القرآن وبكثرة. هل يستطيع أحدنا يعني أي من البشر حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين أوتوا من البلاغة والبيان ما أوتوا أن يرقوا إلى هذه الخاصة التي اختص بها القرآن؟ لا. طبعا هذا الكلام نظري كأن قائلا يقول هات لشوف يعني أين هي الآيات التي تخاطبنا بهذا الشكل. نعم للآن المعاني المتفاوتة بعض منها تفاوتها بسبب اختلاف ثقافة الناس في عصر واحد لكن في نوع ثاني من المعاني اختلافها بسبب اختلاف العصور. يعني في عصر ما المعنى واحد الكل بفهم فهم واحد لكن بعد 500 سنة هل المعنى بيتطور كيف يمكن أن يكون هذا؟ الباري سبحانه وتعالى مثلا قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم. هذه الآية في سورة النحل من الآيات التي يتحدث فيها الله عز وجل عن النعم التي أسداها إلى عباده والتي كرمهم من خلالها. قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة أيضا الخيل فيها زينة. نعم ثم قال ويخلق ما لا تعلم. في صدر الإسلام عندما قرأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فهموها بالقدر الذي يتفق مع عصرهم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة صح ويخلق ما لا تعلمون يعني من الأمور الكونية مو كل شيء خلق في أمور ستخلق فيما بعد ستخلق فيما بعد ما هي ما أعرف ما هي الله أعلم ما هي
ويخلق ما لا تعلمون، يعني في أشياء كثيرة سيخلقها الله، سيبدعها، سينشئها، سيوجدها، بقطع النظر عن أدوات الركوب أو غيرها. وقفوا عند ذلك، وهذا الفهم هو الذي كان يتفق مع عصرهم، والفهم السليم الدقيق. مرت الأيام وظهرت وسائل أخرى للنقل والركوب، وعدنا نحن أصحاب هذا الجيل إلى هذه الآية: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، أي من هذه الوسائل. فأدركنا معنى آخر خفيا تفجر من طبيعة العصر الذي نحن فيه. ما هو الشيء الذي قال الله عنه ويخلق ما لا تعلمون؟ هذه الوسائل الجديدة للركوب، إن تلك التي نعم تسير على وجه الأرض، أو تلك التي تمخر نعم الفضاء. هذا معنى قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. ما من إنسان يقرأ هذه الآية ويصل إلى قوله ويخلق ما لا تعلمون إلا ويدرك نص واضح صريح هذا المعنى الذي نقوله. هل تناقض هذا الفهم مع فهم الصحابة أو التابعين؟ لا أبدا. نرجع للإمام الرازي لما يخلق ما لا تعلمون، يعني الله عز وجل سيخلق أمورا أخرى بالإضافة إلى هذه الأمور التي نراها. مظبوط مظبوط، هذا كلام سليم، لكن ما خطر في باله أنه سيخلق من وسائل الركب والنقل وأمورا أخرى، شيء طبيعي. يعني هنا العلماء والعوام والمثقفون يستوون، لكن العصر السابق مع العصر اللاحق هذا هو الذي لا يستوي. طيب نحن نأتي بأمثلة يعني قدر المستطاع نكثر نكون أحسن. الباري عز وجل يقول، ولعلي ذكرت هذه الآية بمناسبة مرت، يقول ألم يقول والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. والأرض بعد ذلك دحاها. تعالوا نرجع إلى القاموس، إلى اللغة العربية، ماذا تعني كلمة دحاها؟ قال علماء اللغة تأتي كلمة دحا بمعنى بسط ووسع، طيب، وتأتي أيضا بمعنى كور، كلاهما معنيان ثابتان في اللغة العربية. البيان الإلهي جاء بهذه الكلمة والأرض بعد ذلك دحاها. طيب الرجل البدوي الصحابي في عصرهم قرأ والأرض بعد ذلك دحاها، صحيح، لكن ما الفهم الذي فهموه؟ بسطها ووسعها، والأرض مبسطة فعلا، مبسطة لا تعني النقيض المكورة، هي مبسطة في الوقت الذي هي فيه مكورة أيضا كما سنقول الآن. قال والله كلام سليم. جاء العلماء الذين اهتموا بعلوم الكونية، علم الفلك ونحو ذلك، وتعمقوا في هذا. طيب قرأوا قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، طيب بمقتضى فهمهم أدركوا المعنى الأول الذي فهمه أصحاب رسول الله وأهل البادية، صحيح والله الأرض وسعها الله عز وجل وبسطها تحت أقدامنا، لكن فهم الفهم الثاني طبقا لمعلوماته، وهو فهم موجود في اللغة العربية، لأن كلمة دحا تأتي بمعنى كورة. قال الله، هذا بيان الله عز وجل يقول لنا أنه قد كور الأرض. شوف كلمة دحاها لا تعني التكوير الدقيق، يعني مفلطحة شوي، يعني أشبه ما يكون بال يعني بماذا
بالجاص، يعني ليس تكويرها دقيقا. نعم. وهي كذلك علميا، هي كذلك. طيب، إذا العامي لم يغب عن معنى هذه الآية، لكن أعطاه الله منها المعنى السطحي. معنى سليم ولا لا؟ في هذا بشكل أن الأرض موسعة مبسطة؟ لا. وفهم الثاني ما فهمه الأول، أنها مبسطة ومكورة في الوقت ذاته. كلا المعنيين موجودان في اللغة العربية. واضح هذا المثال؟ لابن الرومي، ابن الرومي شاعر من الشعراء الذي يشار إليهم بالبنان، أبيات يصف فيها خبازا أعجب بسرعته، نعم، ويعني ودهائه في عمله وإعجابه وإتقانه للعمل الذي هو بصدده. يقول: إن أنسى، لن أنسى خبازا مررت به يدحو الرقاقة واشكى اللمح بالبصر. يدحو الرقاقة هنا بمعنى إيش؟ يبسطها، تكون الرقاقة مكونة، بيجي يبسطها بصير هيك. يدحو الرقاقة هنا بمعنى بسطها وسعها. ما بين رؤيتها، نعم، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يلقى فيه بالحجر. هنا كلمة تنداح بمعنى تستدير دائرة. ما بين رؤيتها في كفه كرة، نعم، قرص العجين، وبين رؤيتها قوراء كالقمر، أصبحت رغيف يعني، إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يلقى فيه بالحجر. تلقي، نعم، قطعة حجر في عرض نهر، خصوصا إذا كان واقفا، تجد أن هذه القطعة الثقيلة التي ألقيتها في الماء كونت دائرة ثم دائرة أوسع ثم دائرة أوسع. كلمة إلا بمقدار ما تنداح دائرة، هنا كلمة تنداح بمعنى تستدير. فجاء ابن الرومي بهذه الكلمة بمعنييها، في المرة الأولى بمعنى الانبساط البسط، في المرة الثانية بمعنى الاستدارة. قد يقول قائل: طيب في مكان ثاني الأرض الباري يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يقول: طيب قال سطحت، ليش في تنافي بين قوله سطحت وبين والأرض بعد ذلك دحاها؟ والأرض مسطحة، لكن شو هي مسطحة؟ ماذا تعني كلمة مسطحة؟ كمان هنا العامي يقول: والله مظبوط يا أخي، الأرض مسطحة، مسطحة ما في شك. لكن العالم الدقيق يفهم هذا المعنى ويفهم معنى آخر. الأرض مسطحة تسطيحا كليا، هذا السطح الذي أمامي سطح سطحا جزئيا لأن له حدود، فهو ليس مسطحا، سطح جزئي. لكن الله يتحدث عن القرآن ويقول: نعم، وإلى الأرض كيف سطحت، يعني تسطيحا كليا، يعني مثل قوله في مكان آخر: والأرض مددناها فنعم الماهدون. مو يعني مددناها، كل شيء ممدود، إذا تمديد جزئي كفي ممدود، أي شيء ممدود، أي شيء لا يمكن إلا يكون فيه امتداد. لا، والأرض بعد ذلك، نعم، أفلا ينظرون إلى الأرض كيف، وإلى الأرض كيف سطحت، والأرض مددناها فنعم الماهدون، بمعنى واحد مراد به الامتداد الكلي والانسطاح الكلي، يعني أن الأرض ليست لها حواف، أي شيء منسطح انسطاح جزئي، ممتد امتداد جزئي، يعني بتمشي إلى الغرب أخيرا بتصل لحافة،
تسير نحو الشرق تصل إلى حافة الجنوب الشمال نعم، لكنك مهما سرت يمينا شمالا شرقا غربا لن تصل إلى حافة الأرض. هذا معنى انسطاح الأرض، وإلى الأرض كيف سطحت. نعم، وهذا يلتقي مع قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، لأنه الانسطاح الكلي يعني أو الامتداد الكلي علميا ماذا يساوي؟ يساوي دائرة. إذا شيء سرت فيه ما وصلت لحاف، معنى ذلك أنك تسير سيرا دائريا، تسير سيرا دائريا ولسوف تصل إلى النقطة التي بدأت منها، صح ولا لا؟ نعم. فإذا لا إشكال أبدا، لكن أيضا العامي عندما يقرأ إلى الأرض كيف سطحت يفهم المعنى الظاهر وهو سليم، لكن العالم يفهم المعنى الظاهر ويفهم المعنى الباطن أيضا. الباري عز وجل يقول والأرض، نعم، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا، الرجل العربي لا يحتاج إلى أن يعود إلى القاموس، نحن بنحتاج نرجع للقاموس، يقرأ لا يقول ما مبين معنى الكفات، الكفت هو الجزم، الجزم نعم، والرجل العربي يعرف هذا ويعبر عن هذا المعنى بهذه الكلمة دائما، لكن نحن نرجع إلى القاموس نجد هذا المعنى. لكن الرجل العربي الأمي الذي عاش في صدر الإسلام البدوي كيف يفهم كلمة ألم نجعل الأرض كفاتا؟ يعني جعل الباري الأرض تحتضن الإنسان، ترعاه، يعيش عليها كما يعيش الطفل في أحضان أمه وأبيه، مظبوط؟ نعم، يعني الأرض تحنو على الإنسان حنوا عجيبا أشبه ما يكون بحنو الأم على ولدها، يعني تحتضنك، تحتضنك في مشيك، تحتضنك في غدوك، في رواحك، في رقادك، في يقظتك، تحتضنك في رزقك الذي تناله من باطنها، من ذخرها، من تربتها. نعم، هذا معنى سليم، معنى سطحي. لكن العالم الذي درس علم الفلك ودرس طبيعة الأرض، نعم، يقول طيب الأرض، يقول الباري عز وجل ألم نجعل الأرض كفاتا، والكفات والكفت بمعنى الجذب، هنا لا يقف عند الاحتضان والرعاية، نعم، وأننا نعيش فوقها آمنين مطمئنين كما يصف الباري عز وجل، لا، هذا موجود لكن يتجاوزه إلى معنى آخر. يا جماعة القرآن عم يقول ألم نجعل الأرض كفاتا أي جاذبة، فيقول هذا كلام دقيق يلفت نظرنا إليه الباري عز وجل ويستثير بين جوانحنا الغرابة من أن الإنسان كيف يعيش على الأرض وهي كروية، يعيش على الأرض وهي دائرة، كيف لا يتساقط الناس من عليها؟ فالباري عز وجل يقول نحن جعلناها تجذبكم أينما كنتم من جوانب الأرض تعيشون عليه، ولا يوجد أي خطر، نعم، قد يهدد بوقوعكم من عليها أبدا بشكل من الأشكال، بجعل من الله عز وجل. لذلك العلماء هذا الشأن استنبطوا من القرآن قانون الجاذبية،
ناس بيقولوا لك هدول ما بيتذكروا الاختراعات المعاصرة إلا لما بيسمعوا عنها. بيسمعوا أن العلماء اكتشفوا جاذبية الأرض، يقول إيه القرآن سبق. بيكتشفوا أنه العلماء بيكتشفوا أنه الأرض كروية، يقول إيه القرآن سبق القرآن كروي. ما تسمعوا هالكلام بيقولوا؟ ماذا نقول نحن في الجواب عنه؟ نقول هذا الكلام كان موجودا في القرآن كتابة وعلى ألسن العلماء نطقا وفي أقلامهم تأليفا، موجود، تفضلوا نشوفه موجود. لكن يعني ما الذي يدعونا إلى أن ندندن بهذا الكلام بدون مناسبة؟ ما الذي يدعونا؟ يعني هلا مثلا قبل ما يكتشف علماء هذا العصر كروية الأرض، نجي من يا جماعة ترى الأرض كروية بدون ما حدا يسألنا، موجود هذا الكلام في الكتب، لما بنقراها بنحكي فيها، ولما بندرسها بنحكي فيها لطلابنا، ويا من حكيت هذه المسائل في دروس. لكن لما اليوم أخذ الغرب أو العلماء أيا كانوا يدندنون بهذا الذي اكتشفوه، جاءت المناسبة أن نقول لهم ارجعوا إلى كتاب المواقف للعضد الإيجي اللي عمره أكثر من 500 سنة. اجت المناسبة، مو أنا، العضد الإيجي يقول هذا الكلام، وينقله العضد الإيجي في كتابه المواقف عن يونس بن قرة. يونس بن قرة مسيحي. ألم نجعل الأرض كفاتا، واضح الكلام. طيب هذا موجود، لو أنا من عندي عم بحكي وكلامي اللي عم بحكي ما له ظل من الواقع، مو موجود في قرآن نتلوه، مو موجود في كتاب ألف قبل 500 600 700 سنة، كلام سليم معه حق. لكن هذا الكلام موجود، جاءت المناسبة فذكرته، ولو لم تدعو المناسبة لا أذكره. واضح هذا الشيء ولا لا؟ طيب الآن مثلا في هذا العصر، يعني أوائل القرن العشرين اللي مضى، عالم روسي اكتشف هو يعني نظرية اعتبرها شغلة كبيرة وطنطن فيها ونادى فيها وعمل لحاله دعاية فيها، سماها نظرية الرد الفعل الشرطي. نظرية رد الفعل الشرطي، وجاب كلاب مشان حتى يجرب هالنظرية عليه، وعمل مشان دعاية، يعني عمل هالشيء كله مشان دعاية. نظرية رد الفعل الشرطي أن المؤثر الطبيعي إذا صاحبه مؤثر صناعي يكتسب هذا المؤثر الصناعي، يكتسب من المؤثر الطبيعي أيضا. ما في وقت نشرحه، لكن هذا معنى باختصار النظرية، نظرية رد الفعل الشرطي. طيب قبل ما هذا العالم الروسي بافلوف اسمه يكتشف هذه النظرية، طيب شو اللي مناسب إليه وتقتضينا نحن نطنطن نقول يا جماعة الإمام الغزالي تحدث عن قانون اسمه قانون سبق التصور إلى العكس، يا جماعة ترى هذا القانون ذكره الفلان الفلاني، ذكره ابن مسكويه، ذكره أنا بعرف بالغيب، لا تحكي هالكلام قبل ما هدول يجوا يجيبوا هالنظرية موجودة وأريناها، أنا واحد من اللي أراها، أقرأنيها مشايخنا ثم قرأتها لتلامذتنا، وبعدين لو سمعنا تعرفي مين عم يحكي إنه عن حاله، نقول لا والله يا أخي هذه النظرية ذكرها الإمام الغزالي في كتابه المستصفى في مقدمة المستصفى في المسألة الفلانية، وذكرها ابن مسكوي وذكرها فلان وذكرها فلان. طيب نعم واضح كيف بيرجعوا بيقولوا ها كل ما طلعت نظرية بيجوا بيقولوا اي نحن اسبق منكم. نعم نحن اسبق، لكن لسنا بصدد ان ندندن بها وان نسمسر عليها، يعني مسألة موجودة. نعم طيب ربما قال قائل لا الآية مو هيك معناها، معناها الآية انه الانسان اذا مات يدفن في باطن القبر
يدفن في باطن الأرض في القبر يعني، فتكون الأرض جاذبة له بعد الموت. هذا المعنى الآية. الباري عز وجل شو قال بعد منها؟ ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا. لا، مو في حال الحياة كمان، الأرض تجذبكم إليها وأنتم أحياء فوقها، وتجذبكم إليها عندما تدفنون في باطنها، وهي في الوقت ذاته تحتضنكم. المعنى اللطيف الذي يفهمه العام موجود، والمعنى العلمي موجود في حال الحياة، والمعنى الثاني أيضا عند الموت موجود. ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا. طيب نأتي بأمثلة أخرى. أيضا هذا المثال أذكر أنني قد ذكرته لكم. الباري عز وجل في القرآن كلما تحدث عن الشمس وصفها بالإضاءة أو بأنها سراج، وكلما تحدث عن القمر وصف القمر بالإنارة. على طول اقرأ القرآن من أول لآخر. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا يعني شمس، وقمرا منيرا. ألم تروا في سورة نوح، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. طيب ليش؟ هلا لما العام يرى هالكلام اللي كان في صدر الإسلام، واليوم كمان العام البسيط يفهم المعنى المشترك بين الشمس والقمر. ما هو المعنى المشترك بين الشمس والقمر؟ أنه يطرد الظلام ويضعك أمام بصر، بصيرة تبصر بها الأشياء. هذا شيء يلتقي عليه كل من الشمس والقمر، معنى مشترك. العامي بيوقف عنده، إيه والله مظبوط. طيب يقرأ هذا الوصف القرآني لكل من الشمس والقمر المثقف، فيفهم إلى جانب ما قد فهمه الأول شيئا آخر. كذلك شيء آخر، الشمس تبث مع الضياء حرارة، بينما القمر لا يبث مع النور أي حرارة، وهذا موجود في اللغة. تقول عن الشيء سراج إذا كان يبث مع الضوء حرارة، كذلك الضوء. لكن إذا قلت منير فاعلم أن كلمة منير لا تحمل معنى الحرارة. هذا مين اللي فهم الكلام؟ المثقف. طيب المختص بالفلك فهم المعنى الأول والمعنى الثاني، وطلع هيك رجع للغة بحكم ميراثه، بده يدقق بمعنى الكلمة. كما قاموس المحيط ورجع لك كلمة ضوء، كلمة منير، كلمة سراج، وإذا به يرى أن كلمة ضوء وسراج هاتان الكلمتان تطلقان على شيء الذي ينبثق الضوء من داخله، وتقول عن الشيء منير إذا كان النور ينعكس عليه من جهة أخرى. أم طبق القاموس وقال الله أكبر. لك هذا كلام اللي بنعرفه نحن، وهذا ما يقوله القرآن. يعني ربي عز وجل جعل ضياء الشمس منبثقا من داخلها، وجعل نور القمر منعكسا إليه من الشمس. هذا كلام يبدو يكون بقى كلام رب العالمين اللي قبل 1500 سنة قرئ، أليس كذلك؟ نعم. طيب أدركنا الوقت ونحن لا نشعر، وراحت علينا دقائق الدعاء. إن شاء الله ربي عز وجل بيستجيب بالنية، والحمد لله رب العالمين.